الله الرحمن الرحيم. يلا وعزيت مباشرة وبننزل بالبصل. الآن بعد ما أضفنا هالبصل وقلبناه الآن بنزل بالثوم. هاي الثوم عندنا هون. يا عيني يا عيني. بنضيف من الصويا صوص. أحلى اللون صار. أيوة. بنزل بالرز المبخر الفاخر. أطبخ قطاف. وما تخاف. ما تخاف نهائياً. لأنه رايح يفاجئك ويعجبك. شوفوا لي. بتلاحظوا أنا ما أضفت الملح. ليش؟ لأني أضفت من صلصة الصويا. فهون منضيف الثوم على اللبن ورايح أضيف من رقائق الفلفل الأحمر. راح أضيف شوية فلفل أحمر مجفف. راح أضيف من عصير الليمون. رايحين نضيف الملح، الفلفل الأسود، وشوية من الكمون، وأخيرا وليس آخرا الزعتر. أيوة عشان نرجع نعمل ماتشنج مع الـ طبعا الـ مع الـ هذه خلطة المحل، خلطة مطبخ رؤية. أيوة. المتميزة. وعلى طول تنزل وين؟ تنزل على الجاج. لازم أنقعها أقل شيء 6 ساعات، وفيش مانع ننقعها 24 ساعة، وبعديها بنحطها في صينية على حرارة 180، ساعة، ساعة وربع، ساعة إلا ساعة أو 10 دقائق. بطلع عندي جاج كثير مرتب. بسم الله. أنا اليوم استخدم أفخاذ الدجاج زي ما انتم شايفين، وعلى طول نسكب الجاج. عندنا الدجاج بالتتبيلة اليونانية مع رز بالزعتر. بدنا أفخاذ دجاج، أكيد بدنا من لبن طيبة المميز، بدنا عصير ليمون، زيت زيتون، وبدنا كمان ثوم مفروم. بدنا رقائق فلفل أحمر، كمون، زعتر، فلفل أحمر مجفف، وملح وفلفل. أما الرز فبدي 3 أكواب أرز قطاف المبخر، بده يكون مسلوق، ربع كوب من الصويا صوص، ثوم مفروم، زيت، بصلة، زعتر أخضر مفروم، وبندورة، وفلفل أسود.